أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة ترخيص الإعلان العقاري والتي تمكن المعلن من الإعلان عن العقار وفق نظام الوساطة العقارية، وتأتي هذه الخدمة بديلاً عن المتطلب السابق الذي يشترط وجود رقم معلن في الإعلان العقاري. وأوضحت أن هذه الخدمة متاحة حالياً للوسيط الفرد والوسيط المنشأ، وسيتم متاحتها في المرحلة المقبلة لمالك المنشأ بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة. أما المالك الفرد فسيتم متاحتها له لاحقا من خلال المنصات العقارية.